أرسل خالد عبد العزيز وزير الرياضة مذكرة رسمية إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك للتأكيد على إجراء اتحاد الكرة الحالي انتخاباته الأخيرة تحت إشراف الفيفا، وذلك لإنقاذ المجلس الحالي من الحل. كان مجلس الجبلية والوزير لجأوا إلى الفتوى والتشريع لحسم مصير المجلس الحالي بعد رفض الاستشكال على حكم الحل والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة قبل نهاية نوفمبر المقبل. يذكر أن حماد المصري عضو اللجنة الأولمبية المصرية أوضح من قبل أن قانون الرياضة الجديد يلزم الجبلية بتعديل اللائحة الحالية وإجراء انتخابات جديدة قبل 30 من نوفمبر المقبل.